ندخل العالم الغريب ده اللي ربنا يبعده عن اي حد. ليه 22 سنه في السجن عاوز اروح؟ ليه عملت ايه عشان؟ انا ما عملتش، انا مخدرات. فعلا اللي يجي هنا ويشوف اللي بيحصل يرضى على اي حاجه في حياته. لقيت بنت انا ومامتي وخدناها وروحناها بيتنا. الحكومه مسكتنا وضربتني انا وامي واتهموني ان انا قتلت البنت واغتصبتها. انت عندك 19 سنه؟ قتل ايه وانت عندك 19؟ جوزي تهمني في قتل ابني. النهارده احنا مش جايين نستضيف المجرمين، احنا جايين نستضيف البني ادمين. ريهام سعيد، صبايا الخير، في الاوقات التاليه على تلفزيون النهار.